اسمح لي نقول لك، انت كمواطن السيفركوز لك كل احترام وتقدير، رأيي انا كحامين تمشي في النان، هاد غزه شحال عرات من واحد، اش كنشكر المقاومه، هادشي هاد المقاومه وهاد غزه وفركشت العالم كلشي تفضح. قف لي المعلم وفيه التبجيله، دار اضراب مسكين، تصيفطو انت 500 درهم. هادي بلادي، هادي دخل صحه، خليني نتكرفس على بوك وندير لك النظام عامر بعقوبات وعامر بمهام وغنعطيك جدريال وغندير فيك اللي بغيت. خوتي المغاربه مرحبا بكم. حكومه عزيز اخلوش تواصل اجرامها المقيت ضد الشعب المغربي وضد نساء ورجال التعليم. اليوم غنوقفوا عند واحده من ابشع الجرائم الحكوميه ضد الشعب المغربي وضد نساء ورجال التعليم. نمر على بعض نقطات مرور الكرام. غندوز عند فركوس، دار واحد التصريح مستفزني للمغاربه، عبد الله فركوس هذاك الممثل المغربي. غادي نمر على واحد شريط فيديو مهم جدا 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 بخصوص الاختراق الاسرائيلي للمغرب، ثم غادي نمر كذلك عند اتصالات المغرب اللي كان عندنا واحد المحنة في موقع بديل كما ربما كيعيشوا عدد من المغاربة مع هاد المؤسسة ديال اتصالات المغرب. قبلها نقول لكم واحد القضية، بأنه غرفة جرائم الأموال هي اللي علاش تحاكموا الطبيب في المدير ديال المستشفى في تازة، و11 واحد تقريبا المعدل 12. كنا قد تساءلنا وتساءل معنا عدد من الناس لماذا المحكمة الجنايات فاس هاد عباد الله يتحاكموا فاس وماشي في تازة، علما كاين جنايات في تازة، علما ان عباد الله المعتقلين هما اصلا ولاد تازة وداروا الافعال ديالهم في تازة، فتساءلنا لماذا فاس، والجواب هو انه في تازة ليست هناك غرفة جرائم الاموال، وفي فاس كاين غرفة جرائم الاموال، لهذا يتم محاكمتهم في جنايات فاس. نمشيو لهذا السي عبد السلام احيزو. عبد السلام احيزو الموقع بديل زبون ديالو، حنا زبون عند المقر ديالنا الاول عند واحد الفاعل اخر لا داعي للذكر ديال اسمه في مجال الاتصالات، ثم مقرنا الثاني عندنا حنا كنتعاملوا مع الشركه ديال اتصالات المغرب. ملي غنقول صرات هذا الشيء، الهدف ديالي هو ننبه هذا المدير هذا الى ما يجري لزبنائه او بعض زبنائه في المغرب. ماشي كان ممكن حنا نحل المشكل ونحلوه، ولكن لا، خصوصا تلقينا شكايات ناس كتعاني مع اتصالات المغرب، فالهدف ديالنا هو التقويم من هذه العمل. والبارح كيقطعوا علينا اتصالات المغرب. اتصالات المغرب كيفاش دايرين احنا معها؟ عندنا الشركات بديل ميديا، عندهم هما راكسي، عندهم ديريكت من المنبع اتصالات المغرب، يمشيو للشركه وياخذوا داك الشيء اللي كيسالوه كل شهر، ما يهضروا معنا، ما انا ما نهضروا معاهم، كياخذوا من الفلوس من داك البركه ديال بديل ميديا. مزيان، شهور وشهور وكنديروا هذه العمليه، حتى البارح كونيكسيون ما كاينش، كنعيطوا على واحد جا للدار قلب، قال لك راه قاطعنا عليكم الكونيكسيون، علاش كنسول؟ قال لك ما خلصتوش. كيفاش ما كنخلصوش؟ راك عندكم المنبع، عندكم الشركه. انتقل احد العاملين في المؤسسه الى هنا في اكدال، في الشركه في لاجونس ديالهم هنا ديال اكدال. معامله سيئه. احد العاملين كيتصل، الو، المعامله كيفاش دايره؟ الصداع، المهم على اي، ما كاين باس. شنو قالوا له؟ غتخلص واحد الشهر 12. فوكاش في 2022؟ كيفاش؟ انت عندك لاكسي للمنبع ديال البنكه وهز داك شهر 12 كاع ما تهضرش معايا كاع وما تعطليش مصالحي كمؤسسه. شوف كيفاش كيشتغلوا هاد عباد الله في هاد البلاد هادي السعيده. عاد كتسال عندك لاكسي للمنبع، خذ ديك قطع داك الشيء، ولا حتى جيت عليك اسيدي واجهني، ما هضرتش معاك ما هضرتي معايا، عندك الفلوس وعندك لاكسي وعطلتي الشركه وما فكرتيش كاع الاضرار الناجمه على هاد الشركه. واخا ماك شحال كتسالوا؟ واحد شهر، علاش ما خلصتيش؟ هو ما نعرف، المهم هاد الشهر ما مخلصش. وكيفاش تخلصتي عام هذا 12 شهر 12 في 2022 وحنا دابا في شهر 12 2023 عام؟ هاد العام كنتي كتقطع، وكيف علاش ما خديتيش داك الشهر؟ شنو وقع؟ الله اعلم. قال لك كاينه ازمه ديال التواصل. ما كاين باس، هاكا 500 درهم، يلا زيد فوكاش عطلق ليا، من بعد ساعه غتكون عندك. وعلاش ماشي دابا؟ علاش 60 دقيقه وعصر السرعه والكونيكسيون؟ كيفاش زعما ساعه؟ 60 دقيقه غنساين انا نقعد ثاني. ما كاين باس، كيمشي العامل المقر كنساينو ديك الساعه ما جاش، كدوز جوج سوايع زيد من بعد كتمشي. مشيت انا انتقلت لتما عندهم، سلام سلام، فين هو المسؤول؟ مالكم؟ راه حنا وقعنا واحد الاضرار. لا، قال لك اسيدي خاص ربع السوايع. قلتوا للعاملين ديالنا على ساعه، لا خاص ربع السوايع. واخا الله يجازيكم بخير، عيطوا لنا قول لهم ارى التليفون، لان واحد الوقت واحد هالاتصالات كان عندنا معاهم هنا ديالي انا في البورتابل، بدلتو لواحد الفاعل اخر كنتعامل معاه في مجال الاتصالات بسبب واحد بحال هذا النوع من
أرانا التليفون زيد ركب دكسي ركب يا ما تركب كما قالوا ما كيجاوبوناش. كاين مشكل اخر قبل ما نمشي عندهم كنعيط في واحد ديك 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 الورقه اللي خلص داك العامل اللي خدام معانا خلص كيدير واحد الفيكس الو غير يجاوبوكش ما تنتقلش لتما. شنو قيمه داك الفيكس تحطو ما غتجاوبش به عباد الله؟ حيدو. وهذه غالبيه ديال المؤسسات في البلاد ما كتجاوبش على الفيكس غالبيه ماشي كلشي. انتقلنا عندهم زيد ارونا شنو غنديرو؟ قالك لا قالك خاصك تمشي قالك شوف دابا العمليه كدير. هو كيعيط لك السيد اللي غيجاوب ما بغاش يجاوبو قالك عندك حل واحد شنو؟ قالك سير للدار وما يمكنلكش تجاوب هادشي اللي يكون قدامك واحد البيسي بورتابل. قالك داك البيسي بورتابل داك الشخص اللي غيجاوبك في التليفون عبر واحد الرقم. قالك عاد غيوريك اش دير. قالك يستحيل من نحلو لك المشكل يستحيل يستحيل شخصك ربع ساعه. جيت وصلت لهنا للمقر طالع في السنسور جاني اتصال من هنا من المقر ديال العمل لا راه الكونيكسيون جات باقي ما كامل الأسف. زعما هذا الشيء مؤلم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. المحطة الثانية المحطة الثانية هو فركوس فركوس فركس علينا بواحد صريح يستحق نقف عنده. دابا هذا فنان معروف وكياخذ الأعمال وعايش مع المغاربة وكيدي فلوس المغاربة بالإنتاجات ديالو ماشي كيسرق كيدي الفلوس ديال المغاربة فلوس ديال المسلمين والمغاربة راهم مسلمين. شوفوا معايا هاد المعادله. فركوس شبعان فلوس شبع شبع فلوس ولا كيدير لدرجه مابقاش كيدير عس ولا يدير المطاعم عنده مطعم حدا وزعما بكل تواضع كنا ضيوف عليه مؤخرا في مراكش عنده واحد المطعم حدا محطه القطار. لاحظوا المغاربه ماشي كنقول حسدوا الله يزيدوا عنده مطعم حدا محطه ديال القطار ديال مراكش وعنده مطعم ثاني وكاين شي مشاريع اخرى يعني فاضت الخميره الله يزيدوا خميره والله يفيضوا ماشي هذا هو المشكل ولكن يعني مع المغاربه والمغاربه راهم مسلمين. وملي كنقول مسلمين ماشي عبثا مسلمين المغاربه هم مسلمين ولا يمكن تصور شي مسلم انا في عقلي ما كاينش شي مسلم ما عندوش الاقصى في عقله ماشي مسلم بالنسبه لي انا وما عندوش الحج المسلم اي مسلم ما عندوش فلسطين في عقله بالنسبه لي انا وما هاش ركب ضد الاقصى راه ماشي مسلم. هذا وجهه نظر قد اصيب وقد اخطئ. اذا فركوس فاضت خميرته وتشارته مع المغاربه اللي هما مسلمين. اذا خصو يكون قلب فركوس على قلب المسلمين بحالو بحال لا فركوس مع المسلمين في فلوسهم في ثرواتهم ياخذ الانتاج ويكون هو السيناريست ويكون هو المخرج ويكون هو الممثل مصيبه كحله ويدير المطاعم ويدير الخيرات هو مع المسلمين. ولكن في قضايا المسلمين وفي الاقصى وفي غزه ما كيبقاش مسلم. ده هو البشر هما البشر هما هذا واحد النوع من البشر عايش معنا في المغرب مع كامل الاسف. زعما المني كنت كنتفرج فيه وكنت كنعزو كنت كنحترمه كنت احترمه. يمكن لك تعبر بواحد الطريقه لبقه يمكن لك لا ولكن هذا انا ما كاين لا انسانيه لا وطنيه. قال لك اسمع اسمع نهضروا حنايا في الفنان حنا ما تنعرفوش حنا الفنان ما تنعرفوش نهضروا في داكشي ديال السياسه. كاين شي فنان ما كيعرفش يهضر في السياسه في العالم مصيبك على هذا المغرب هذا بعض المرات تبع كيجي ما تيهضر. كاين شي فنان في الكره الارضيه باش شنو ما معنى فنان بعدا باش تكون فنان؟ فن راه احساس فن راه ابداع ولكي تحس وتبدع باش تحس وباش تبدع شنو خص تكون عندك خلفيات بعدا ثقافيه وفكريه وسياسيه. عرفتي الفن راه هو ارقى اشكال الابداع الانسان. شنو هو الفن؟ باش كيتميز البشر بغيش نقول شي عبارات ما معنى الفن؟ فن راه واحد الرسم فن واحد التوقيع بشري فن هو واحد النشاط بشري يعني فيه التجرد فيه الصور فيه الجمال فيه الخلق فيه عرفتي شنو كدير وباش توصل لهذ الحاله الانسانيه. البشر كله كره فنان شكون هو اللي كيكون فنان؟ واحد الانسان تيكون بلغ من درجه الوعي والثقافه والادراك كتكون عنده ماشي بحال البشر. انت ابسط قضيه الغنم ولا تهضر على فلسطين نقول شي كلمه البالغ كاع ولا الحجر وانت يا ما كتعرفش فيها ما واش كتعرف كتعرف كسكسو في جميع المطاعم وجالس كتدفع لعباد الله تما في القصوص كتعرف دير المطاعم واش كتعرف دير؟ كيعرف لا ما كتعرفش الفن وكتعرف دير المطاعم والماكله وتبيع وتشري والريستورات كتعرفهم. السياسه ما تعرفهاش ما كتعرفش تسكت كيما دعيتي في الاول دعي الله يجازيهم لا ما كاين لا انسانيه لا والو في غزه. شوف هذا التصريح شوف ندري في الفن وداكشي لا لا ما دورش لا ما تنقدموا حنا لا انسانيه لا وطنيه. اسمع انا ما كنقدر لا انسانيه لا وطنيه مع غزه وفلسطين قلت ما كنعرف لا انسانيه ولا وطنيه ما كنقدرش داكشي. كاين لا انسانيه لا وطنيه الشيء مع المسلمين انا مسلم وذاك المسلمين والاقصى اللي ثاني القبلتين ولا شيء تصور الاقصى
المسجد الأقصى لإسراء والمعراج. صح ما اعتذرش يعرف هو من إسراء. دابا هذا كيهضر بهذا لا لا ما كاين لا إنسانية لا وطنية لا لا لا. أنا كنعرفوا على الفن. شنو هو الفن؟ واش من فن هذا عندك؟ كيدير هذا الفن اللي ما فيهش الأقصى وما فيهش؟ حنا مع سيدنا الله ينصرو. لا مع سيدنا ما بغيتش ندخل بينك وبين الملك، ولكن كنعرف أنا هاد القضية ديال الجبد فم الملك على فمك والله إلا خاص فيها شي ما يمكنش عاوتاني دير فيها شي قانون ولا دير فيها شي مصيبة كحلة. حيت أي واحد كيتخزن بالملك سيدنا أنا مع سيدنا هادشي غا سرق سرق ماشي عليه. شحال من شفار عاش الملك كيقتلوا لي شحال من شفار في المغرب تيقول سيدنا كيتغطى بسيدنا شفار سارقك وسارق البلاد وسارق الكون ومعدي على عباد الله وكيهضر معك بسيدنا. شحال من واحد عباد الله والله ما عنده علاقة بالمغرب والله ما كيحمل المغرب داير قناته كيهضر الوطن والله ما عدا الادسنس ورب العزة وجلاله. راشتو كاين بعض الناس كيديروا قنوات كيدافعوا على البلاد عادي كنعرفوهم وكاين بعضهم مقسم من حيت اللي كيدافع على الوطن تيكون لسانه بعدا حلو تيكون ظريف تيكون تيصول الاعراض كيكون كيربط علاقات اجتماعيه مع الناس الا بغى ينصح كينصح بالعقل. ترى كتبقى تشوف شي واحد هنا عباد الله انا اخنوش رئيس حكومه وعندي الحق نتاقد وعندي الشرعيه ديال ديال صحافي وكنتقد اخنوش وكنحشم في الاخر كنقول عندك عا كنزلك بشي كلمه بالله العلي العظيم كنبقى نشوف شي وحدين كيفاش كيهضروا في اليوتيوب كنبقى نقول الله يعطيني كنبقى عندي البلاد ويتلاقاك في الطريق السلام سي مهداوي ناخذ معك شي صوره. شحال واحد خدا معايا صوره في الطريق وكنلقى داير عليا اليوتيوب دابا كيهاجمني وشحال واحد كيسلم عليا في الطريق وشحال واحد حتى البشر عنده واحد القدره بشر بزاف بحال هكا تنبقى عا كنشوف. احنا ماشي مقدسين ولكن شويه ديال شويه ديال الحشومه شويه ديال الحياة شويه ديال ماشي طريقه حفظوا لنا بعض الحوايج عندنا شي حوايج ما عندناش شي حوايج حنا سادين شي باب ربما غالطين في شي باب ربما ما كاين باس لا بكيري با 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 الادسنس حيت ما عندهمش محتويات. نهار قلت اكبر خطا وقع في المغرب هو ان الدبلوماسي ما يسمى بالدبلوماسي هذه فكره ما عمر شي واحد قالها وكانت صادمه. هضرت على الدبلوماسيه العموميه وقلتها وبحس قلت راه اكبر خطا وقع ماشي في المغرب في المغرب وفي الجزائر ما يسمى بالدبلوماسيه العموميه. شنو هي الدبلوماسيه؟ هو ان عموم الناس يوليو يهضروا في الدبلوماسيه عموم الناس تهضر في بلادك اي ولكن بعض المرات كاين مواضيع حساسه ما عندكش عليها معطيات وتقدر تشحن وتنوض الروينه وتعكرها وتهيج وترون البلاد غدا هك وانت ميريكان ممكن لا يسمح لك تبقى تهضر في شي امور لي. لا ماشي لا يسمح لك مواطن كيهضر في الضرائب كيهضر في السكن في التعليم في وليداته في الشنطيات في الحفاري الحريات عنده لداخل هذا هو المواطن الامريكي ما يبقاش يجيب لك افغانستان ولا مشيتي دابا لاسبانيا ياك عندهم الانفصال اسبانيا واش عندهم الصفحات اللي عندنا والمواقع ياك حنا عندنا الصحراء المغربيه وها اسبانيا عندها الانفصال والله لا لقيتيها والله ما تلقى الصفحات تما ديال التخوين ومواطن شكون اللي خائن شكون اللي مش هو شكون مول هذا الشيء انها اسرائيل هي اللي دخلتها الثقافه للمغرب عبر بوابة الوطن والتخوين هذا لعبة. كاين شي وطن مع الشفارة واش من يكون عندك انت بعض الولاة شفارة ولا بعض العمال شفارة بعض وكلاء الملك شفارة بعض الصحفيين شفارة بعض البرلمانيين شفارة بعض واش الا ما بنيتيش البلاد الداخل علاش كيمشي كيمشي يدير لك دابا هذاك النقاش ديال العدو والجزائر باش حتى كتغطي كتنساها ما تبقاش تهضر مع الداخل وابني لي الداخل تواجه الخارج مخروق من الداخل غتكون مخروق من الخارج. عطيني في اسبانيا واش كاين هاد الصفحات عطيني في فرنسا واش كاين هاد الصفحات وهاد المواقع في العالم عطيني غير المغرب والجزائر الصفحات والمواقع الوطني شكون خائن ماشي خائن هذا خصبو الحبس هذه خصبو الحبس هذا وجهه ما كنحملوش هذا الهضراوي هادشي كله صهاينه داير كله تدوين علاش كيحاربوا واحد الفكره علاش لانك علاش حمله ديال التشهير دارت على الصحفيين علاش تم اعتقال الصحفيين والحقوقيين علاش ماشي تر اعتقال الحمله ديال التشهير هي الخطيره عمركم من غير ما سولتوا راسكم حيت الا بغيتي تنزل شي مخطط الا بغيتي تاخذ المغاربه الزراعه والبذور ديالهم بغيتي تمشي تسيطر على الماء المغاربه بغيتي تسيطر على التعليم ديال المغاربه بغيتي تسيطر على المحروقات المغاربه بغيتي تسيطر على الخيرات شنو خصك دير؟ خصك الشعب تخليه في دار غفلون. الا بغيتي تخلي الشعب في دار غفلون واخترق البذور واخترق شنو خصك؟ اول حاجه هذاك اللي كيوعي الشعب تحيدو من الصراع شكون هو الصحفي هو الحقوقي شنو اول حاجه بدا بالتشهير منين جا داك التشهير كاين اللي كان واعي فيه كاين اللي ما كانش عايق باللعبه كان الاختراق ما يمكنش يستقم هذا النقاش ما يمكنش ونكمل معكم مع فركوس حتى نوريكم واحد الفيديو الناس ما عطاوهش قيمه انا غادي نرجع لفركوس من بعد وغنرجع لكلمه فركوس ولكن هذا الفيديو مهم المغاربه تشوفوه حيت غينوركم وغتعرفوا فين كنهضر واحد الفيديو كاع ما انتبهوا له الناس
قبل ما نديروا التطبيع داك ماشي التطبيع قبل ما نديروا داك استئناف العلاقات مع اسرائيل قبل ما نديروا داك اتفاق ثلاثي راه شحال هذه الماده هذه شكون ساهم فيكم وبغيتكم تكونوا كتفرجوا في هذه الماده كنطلب منكم انو غير تطلوا وتسائلوا بذكاء في الصور وفي الماده الخبريه لان هذيك الماده هذا الفيديو غيجاوب لكم على اللي عنده شي اسئله طارحه بزاف الاسئله لماذا الهجوم علينا لماذا الهجوم على ويحمان لماذا ميسا ماشي ميسا قالها شي واحد جهنا والله ما نقول انا هذا الكلام ولكن لماذا داك النقاش تشاما من بعد ميسا من بعد ترولت الحلفاء الفيس حيت كاين الناس اللي ما فهموش كاين الخارطه بعواطفها تابعه بجلاله وكاين المعلمين لعب كبير هذا الفيديو غيقدم لكم اجوبه وتاملوا فيه مزيان انا ما غنعلق ما والو خليكم عاد تفرجوا فيه طلوا مزيان ارتفع الى 25 عدد الموقوفين على خلفيه تفكيك عصابه يتزعمها يهودي مغربي تعمل على تزوير وثائق رسميه بهدف الحصول على الجنسيه المغربيه ياتي هذا في وقت تتعادل وتتعالى فيه تكهنات بشان تحضير هذه العصابه لتنفيذ مخطط يروم اختراق مصالح إدارية مغربية حساسة لتنفيذ أجندة إسرائيلية اعتقالة جديدة تطال إسرائيليين مشتبهين في ضلوعهم بتزوير وثائق رسمية لتسهيل حصولهم على الجنسية المغربية عصابة يتزعمها مواطن مغربي من أصول يهودية عمدت إلى إصدار شواهد إدارية مزورة لمواطنين إسرائيليين بمساعدة رجال أمن وموظفين مغاربة. إذا افترضنا أن هذه العصابة راها مخطط استخباراتي صهيوني لاختراق المجتمع المغربي لاختراق المؤسسات والدولة المغربية واللعب على ذلك على المدى البعيد سنكون أمام إنجاز كبير للأجهزة الأمنية المغربية في الإطاحة وفي الكشف عن هذا المخطط وهدمه وبالتالي كسر المخطط وأهدافه سواء كانت أهداف متوسطة المدى أو بعيدة المدى. المديرية العامة للأمن الوطني أكدت في بيان لها أن التحقيقات مكنت عناصرها من توقيف 25 شخصا على خلفية هذه القضية وحجز معدات متطورة لتزوير وثائق مغربية رسمية والحصول على جوازات سفر لتنفيذ أغراض مشبوهة. قد يكون وراء هذه العصابة مخطط من الاستخبارات الصهيونية لاختراق المؤسسات والدولة المغربية ولتكسير النسيج المجتمعي المغربي من خلال اللعب على المقتضى في الدستور المغربي الذي يتحدث عن المكون العبري كجزء من مكونات الهوية المغربية. ويرى المناهضون للتطبيع مع إسرائيل أن تواجد عصابات لتجنيس إسرائيليين بالمغرب عملية خطيرة تكتسي طابعا استراتيجيا يهدد استقرار البلاد وتكشف حجم أدوات وآليات الاختراق الإسرائيلي للمؤسسات العمومية المغربية. يقظة العناصر الأمنية المغربية تمكن إذن من فك لغز عصابة يهودية كانت على ما يبدو تحضر لتنفيذ مخطط بعيد المدى يروم اختراق مصالح إدارية حساسة وأجندة تخدم الكيان الإسرائيلي. كريم القرقوري العربي. نزيد كما قال شغل مخك شغل مخك يا مغربي في هذه المادة عاد بزاف سنتجات تعرفوا بزاف الحوايج كيوقعوا الهجوم اللي كاين علينا وماذا جرى وكلنا المكون العبري قال لك واخا نكملوا مع هذا انا ما نعلقش على هذا نكملوا مع هذا السيد نهضروا حنايا في الفنان حنا ما تنعرفوش حنا الفنان ما تنعرفوش نهضروا في داكشي السياسه نهضروا في الفن وداكشي لا ما دورش لا ما تنقدموا حنا لا انسانيه لا وطنيه حنا مع سيدنا الله ينصرو حنا مع سيدنا هادي نكمل هادي سيدنا حيت كتعصبني كيفاش سيدنا اش بينك وبين سيدنا دابا في هذا المستشفى اش بينك وبين سيدنا واخا ما بغيتش ندخل بينك وبين الملك اش بينك وبين سيدنا علاش كتجبد سيدنا دابا ها هو انت سيدنا شوف كيفاش هاتي ديك سيدنا دابا هو راه كيهضر هو قال لك عرفتش ندير بعد هاد القضيه خصنا نفكوها شويه المغربي اش كيدير لك علاش المغاربه كيجبدوا سيدنا كاين اللي كيجبد سيدنا ولا كيدير رايه ماشي كاملين كنهضر على واحد الاقليه قليلا اش كيديروا تيتخزن به سيدنا هو قال لك ما كنفهمش في السياسه وسيدنا راه رجل سياسي اذا انت علاش وظفتيه راه قمه السياسه هو في التصريح هو راه كيحسن راسو عرف سيدنا حنا هو راه كيدير السياسه قال لك انا كنعرف الفن هو راه كيدير السياسه غير ديك السياسه الخاويه ماشي السياسه ديال نبيله
دابا علاش قلت لك ما خصيش ندخل بينك وبين الملك؟ هذاك لانك حققت انت مواطن بحالي بحالك، ولكن غنتسائل هذا التوظيف ديال الملك. دابا الملك معاه، اش قال الملك في مواقف الملك من فلسطين ملي انت مع سيدنا؟ ايوا كون معه مواقفه. شنو قال الملك على غزه؟ شنو قال الملك على اسرائيل؟ واش الملك في هذه الازمه من 7 اكتوبر وسمعتوا الملك انتصر لاسرائيل؟ واش الملك ساوى بين اسرائيل وبين المقاومه؟ جميع مواقف الملك منذ كانت كلها انتصار للمقاومه وكيحمل مسؤوليه الاسرائيل. ايوا انت ملي مع سيدنا وقول شي كلمه في اسرائيل وقول خليوني بعيد انا مع سيدنا، ولا احنا ما كاين لا وطنيه انسانيه، باش تعرفوا راه ما يعني اللي جمعتي هذا التخربيق ديالو هذا ما كنفهمش في السياسه مع سيدنا مع يعني كائن. اسمح لي نقول لك انت كمواطن السيفركوز لك كل احترام وتقدير. رايي انا كحامي انت ماشي فنان، والله انت ما فنان وخا تمثل حتى هي، حيت الفنان التزام بقضايا ماشي بالضروره تكون عندك تبنى هاد فلسطين. بعدا قضيه ديال البشريه، ما كاينش شي واحد كيختلف على فلسطين، ما كاينش شي واحد كيعارض فلسطين. شو المسيرات في العالم على فلسطين؟ شوف العالم كيفاش كتحس انت فنان ملي تلقى مواطن الماني كيهضر على فلسطين وبلجيكي، تلقى واحد مسيحي ويهودي وتلقاه ملحد وانت مسلم كتاكل مع المسلمين. وسيدنا منين شحال من كذاب عاد سيدنا؟ دابا هذا فنان، دابا هذا فنان، هكا عشنا في هذه البلاد، عنده واحد الموهبه ولا كذا وكتعطى فنان. الفنان راه التزام، الفنان راه موقف، الفنان راه مبدا، الفنان ينتصر للقضايا العادله، الفنان ينتصر للقضايا الانسانيه. فيش الحي الانسان اللي ما كينتصر للقضايا ليس بفنان، هذاك عا كيدبر مصيريف، هذاك حرفه عنده، ما نسميوش فنان، ما نسميوش فنان. عندك واحد الطريقه ديال الجامع الفناء ولا كذا، لقيتي الفراغ ولقيتي الساحه خاويه ودخلتي ودرتي بلايصتك، كتعرف تضحك، كتعرف تقشب، لقيتي البلاد مترعه، اخراج سيناريست وفاضت الخميره. في شي دوله اخرى اللي فيها المعايير وفيها اللي ما والله لا تزدير استاذ، تقول هذا الموقف النقابه الفنانات تبرأ منك نقابه الفن. انا مع سيدنا، بعدك وحيدتي على سيدنا، خلي على الملك بعيد وهضر على راسك. انا مع سيدنا، هو سيدنا راه عطى موقف من اسرائيل، عطى موقف من غزة، مستبت تبع سيدنا يلاه سير. انا مع سيدنا، انت مش مع سيدنا، انت مع انت مع عمر، ما بغيتش نقول لك مع ما كنبغيوش عباد الله، حنا كنحتارمو. والله هذا الفنان شحال كان عندي عزيز، شحال كنت كنتبعو. دابا موقف سبحان الله، هاد غزه شحال عرات من واحد. اش كنشكر المقاومه، عرفتي هاد المقاومه وهاد غزه وفركشت العالم، كلشي تفضح، شكون اللي مواقفه مزيانه، شكون اللي فعالي، شكون اللي شوف دابا هذا شحال كانوا الناس كيبغيو هاد فركوس كنا يصحاب لنا. ومشيت عنده المطعم كليت عنده زعما كنت عنده انا وعزيز غالي كسكسو، والله العظيم مسكين، والله الا تغدمني صورنا ديك الحلقه اللي كنت درت تما ومشينا عند وسولنا فركوس، مشينا لعند فركوس باش ناكلو زعما تقدير. لا والله الا مشيت ناكل عنده خصيصا زعما تقدير الله. بديش نقول لك شو كيقول دابا شو احنا مع الشعب المغربي. الا بغيتي تقولي اختي انت شي حاجه قوليها انت صح. قال لها مع سيدنا مع الشعب المغربي، والشعب المغربي مع من؟ مع دابا قال له بغيت شي حاجه قوليها انت زعما. اش كنقول لكم على قدو، اش نقول له؟ ما نعرف كنحشم يعني، ما كيبان لك انسان حتى دابا هذا اول مره كيتعرق بوالدي، بان لي مستواه السياسي ما كاينش مرة والله ما كاين، لا يوجد هذا دابا سياسيا. وهذا اكد لي ان البلاد فيها الفراغ، عرفتي راه ديك اللي يديها غا زعيم ولا كريم ولا مرضي الوالدين صحيحه في المغرب، اما كيديها مرضي الوالدين اما كريم اما زعيم، هذا زعيم. واش مرضي الوالدين؟ ما كنعرفش، ما نقدرش نغامر. واش كريم؟ والله ما عرفتش، ما عرفش واش كريم. مي زعيم باينه، فيه باينه من شكلو كيبان زعيم، هذا زعيم، هذا زعيم وداها ما كاينش، ما عنده لا حيت الفنان حشومه يدير هذا التصريح. قولي انت يا لاله، انت راك فنان الاستاذ، انت راك تكون قدوه، انت راك خصك تعطي مواقف. هذيك راه فلسطين راه الاقصى لك، ياك انت مسلم ياك حنا مسلمين، هذيك راه الاقصى، راه الاقصى، هذيك راه عندها دلاله دينيه ديك بلاصه، ماشي عا بغينا حنا عا كن ذكرى، عندها دلاله دينيه وانسانيه وتاريخيه. انت صحفيه كنتي مجهده في هذا الشيء عليا، انت مجهده عليا دابا تيدير مع البوليبيك، عرفتي زعما كيبغي يقول لها راه كيبغيتي تصيديني بشحال الحولي، عرفتي هذا واحد النوع ديال الوعي كنعرفوا هذا اللغه. عرفتي تيك تعدى زعما اش قال لها سيدنا الشعب المغربي باغي طيحيني في الفخ، ها هو حسن راسه بسيدنا وبالشعب، هو راه طاح اكبر طيحه بهذا التصريح، كان كبير وكعد راسه زعما راه حدا راسه. لا ما بغيتش تقاول، بغي يختم بغي يقول لها كنتي باغي طيحيني انت اللي واعره انت. انا الاستاذ زعما بقى في الحال، شوف الاستاذ شوف 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 عندنا شوف هذا الفنان،
السيد شحال عندي عزيز سبحان الله العلي العظيم وزد دابا عزيز. شوف شوف ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين من عبادات جماعية من تنكيل من تقتيل من تجريم. فأضعف الإيمان يعني أن الناس قائمين هذا المهرجان لا يريدون أن يمر هذا المهرجان في بهرجته المعتادة، بل بالعكس يريدون أن هم هذا تضامن تضامن ضمني مع القضية الفلسطينية، ونحن نناصر القضية الفلسطينية في الجوهر في المبدأ، وننتصر للسلام كما ننتصر لإحقاق الحق يعني في على أرض فلسطين. الله يكرمك السي ربيع، هذا فنان، هذا فنان، هذا اللي قلت عليه فنان فنان، هذا تعطيه وطلب منه السماحة، هذا كيشرف، هذا يمثلنا أنا بعد هذا يمثلنا فنان، وبعدها ماشي كان هذا كيمثل، وتا الأدوار اللي كيدير هذا والله ما يقدر يديرها فركوس، فركوس راه الحل ماشي كنقص من المفهوم ديال يعني الحلقة وكيزيد عليها شي شوية ديال عكس الحلقة نفتخر بها افتخار ما بعده افتخار وأساس ومدرسة غير كينقصها شوية ديال ما كتجيش حاجة ديال المعاهد العليا وكذا، هذا كتحس به فنان، هذا فنان شو سبحان الله بحيث هو فنان شو الموقف ديالو كيدير من فلسطين، يعني اللي عنده عنده. ها واحد السيد خور تاني كنحتارمو، ها شو الناس كبار انه مع اخواننا الفلسطينيين احنا دائما معهم يعني دائما حاسين بهم، والمغرب يعني المغرب كدوله فدائما يحاسب الفلسطينيين، وكل ما لقات كيفاش انا تقدم المساعدات باي نوع ديال المساعدات الا وانا تقدمها. شتي الناس شتي السي هذا اش تقول لهم هاد الجوج اش تقول لهم فركوس؟ هما ماشي فنانة اش كيديروا هادو نجارة ولا حتى هما فنانة ايه مالهم كيهضروا في السياسة؟ كل ما كنعرفش قول خليوني شي حاجة غير ماشي ما كاين لا وطنية لا إنسانية. شوف شو واحد السيد مسكين غزال، ها شوف شو السين عمال الحلو الغزال شوف. أنا غزة رمز العزة، أنا غزة رمز العزة، انا اللي مات وانا اللي عزى. سي نعمان الحلو وسي محمد خيي اللي كان قبل منه وسي ربيع، كاين عداد وكاين الفنانين اللي كيمشيو لاسرائيل مخزونين وكيشدوا الفلوس وممثلين، وسناتي على ذكر اسمائهم في حلقات يعني مقبله. وعلى اين السي فركوس تاكد بانك من ضرب الله في من شوفك في شي قناه غنبقى ندير قصه بعدا ممنوع نتفرج فيك انا بعدا، واخا موقف هذا شويه سلبي ولكن هادشي اللي عطى الله ما كنعرفش اللي كاين هو ممنوع نشوفك مره اخرى، كنت كنتفرج فيك شي من دابا الله وعلى هذا الموقف قندير لك الصد دوز حيد، وممنوع نلقاك حتى في ما موقف هذا سلبي بزاف وماشي ما نجيوش عندك بعدا. انا شخصيا مانيش عندك المطعم، انا مره اخرى والله ما نقدر ندخل المطعم ديالك ديما، هضر على راسي هضر على راسي انا راه استفزيتيني قاعد ما شي اللي ما كيفكرش في فلسطين. انا زعما شنو عندي تما نسيبتي في فلسطين ولا عندي تما شي بقعه ولا عندي تما ترى فلسطين راه انتماء، فلسطين راه عندها واحد الدلاله، راه الارض ديالنا هي المغرب بلادنا هذا المنطلق، كاين فلسطين راه جذورنا تما، روابط دينيه روابط الانسانيه شعب مضطهد، واللي ما كيفكرش في شعب مضطهد لا خير فيه. دوك شي واحد باغي نعيشها انا على خصني ادواء، جابوا لنا الاسرائيليين دخلونا للمغرب ورخوا هاد الثقافه، راه والله المغاربه يقسم لكم رب العزه وجلاله وغنحلف عقلوا على اخوكم المهدي واش لا يقول كاع فيما تلقاو التعاليق ديال المغرب تازا قبل غزه، كاين اللي كيقولها بحسنيه مسكين عادك ما فاهمش كاين، والله حتى الاسرائيليين في المواقع وفي الصفحه كيعلقوا باسماء مستعاره وديروا هاد الجيش وخلقوا عبء وكاين الفلوس دايره، صدقوا المغاربه هاد الشيء امنوا به والله. شتي المغاربة حرار بطبعهم، الشعب المغربي شعب حر، شعب حر بطبعهم، وأي حر تيبغي فلسطين، المغاربة الحرار، شتي المغاربة الحرار، كاع اللي تشوفوهم عارفوهم، راه إسرائيل راه خدام الواحد، واش كيصحاب لكم سهلة تدخل لك الزراعة؟ واش كتعرفوا المغاربة شنو كينتظركم إلا ما تصديتوش هذا الاختراق؟ ياك شتو الاختراق؟ ياك قالوا البوليس، مخابرات. ياك البسيج ياك شتو المادة كي دايرة الاختراق ديال عصابة عقلتو غير هادشي تعزل ومن وراها وقع ما وقع، خصكم المغاربة عندك صحابكم حنا مكون العبري في اسرائيل في الدستور مكون العبري زائد المكون كذا وعندنا فلان، هذاك الشيء اللي قالتو شامة صحابو ساهل درشون، علاش تما تحاشي كيديروا الشامة ها ولا النقاش لا فيك تيفي مشيتي كانت خد حيت حقاش فرقعت واحد العمالة، داك الشيء اللي قالت شامة خطير جدا جدا ولكن وصل إلى ما وصل.
لا نقلب على شامة في كانت وتكون فيما بغت تكون شامة، لا يهمني ماذا قالت شامة وماذا يخدم مصلحتها، من هي شامة ومن أين أتت شامة وما هي أخطأ شامة بالأمس وكيف كانت شامة قبل الأمس. أنا شندير بهادشي تضحك عليا في عقلي، شكون هو المهداوي واش المهداوي كي ياكل العدس؟ ما تسمعش شكون هو المهداوي، ماذا يقول المهداوي؟ خلي المهداوي يمشي للجنة ولا يمشي للنار. انا نتعامل مع المداوي بشكل براغماتي، نتعامل مع الشامة دار شو بشكل براغماتي، حتى هو المنطق في الحياه. ولكن هما دائما اللي ضرتهم كلام شامة. شامة كانت خدامه ليه وخدامه مشات وشتي شامة ميسا هذا العرارب، لان تقاست مصالح ديال الكيان الصهيوني، تقاست المصالح. واش تغى سهله باش تولي دير صور المستقبل ملي تولي تسيطر على الزراعه؟ عمركم المغاربه ما سولتوا واحد السؤال؟ طرح راسكم هذا السؤال مهم جدا، كيفاش موريتانيا الوضع ديالها صحي احسن من المغرب؟ طرحوا هذا السؤال. البنيه الصحيه، المؤسسات الصحيه ديال موريتانيا احسن من المغرب، والامكانيات الماليه اللي عند المغرب احسن من عند موريتانيا. واش الدوله المغربيه حارت قطاع الصحي توقفوا في نظركم؟ على سؤال، علاش؟ شنو هو الهدف؟ وشكون اللي كيحول على اننا يكون عندنا وضع صحي؟ عرفتي من تيكون عندك المنظومة الصحية قوية، عقلوا المغرب على هذه المعلومة. إلا بغيتي شي أمة توقفها، أي أمة عندك جوج حوايج كل شيء، ولكن أنا اللي عندك الصحة والتعليم تيكون شعب صحيح كيداوى صحيح بعد على الصحة. شي اللي مهلوك مع جسمه مع كلوته مع الضرسة مع مصارنه فيه السرطان هذا ما تنتظر منه، كيبقى يبان له غير القبر والموت ما يعطيك حتى حاجة. ما بغيتش تخرب شي بلاد وتدخل ديما الصحة بعد تكون مهلوكة. هذا الشيء اللي وقع في المغرب قطاع صحي. حاجة أخرى هو التعليم، التعليم اللي بغيت تخر. ما عمركم ما سولتوا راسكم غير واحد عندكم لكم سؤال المغاربه، جلسوا شي نهار وطرحوا سؤال، هذا هو المغرب سنين وحنا عايشين. واحد النهار ولا واحد العام المغاربه الصحفيين ولاو كي عندهم الهرمونات ديال الجنس، ها الصحفيين هذا مالو هذا مع فلان هذا مع فلانه مزيان ومال الصحفيين عليهم. واحد النهار صاحب الحق هادشي جا صدفه في دقه، واحد النهار جاو مواقع التشهير وصفحات التشهير في دقه، واحد النهار جاو الصحافه ديال ان المغرب تازا قبل غزه. كيف بنات شكون صاحب هذا الشيء؟ كيفاش هذه الفلسفه هذه؟ شنو تبعات؟ كاين كنشوف غارس اسرائيلي كيدخل لك في الزراعه وفي الفلاحه وفي الماء وفي التيد وفي المدرسه وفي النقابه وفي الاوقاف وفي الدين. المغاربه كيتفرجوا والناس كاين الناس مساكن كيموتوا بالغدايت كيتفرجوا، كاين الناس الجواد مسؤولين ديال الدوله مساكن كاين اللي كيتفرج كاين اللي كيشوف كيتربى كاين اللي فاهم كاين اللي حاضي كاين اللي كيتسنى كله. ماشي نقولوا هاد البلاد عندها مواليها عاوتاني، حنا غير كنعاونوا كننبهوا. ما انا عارف كاين مؤسسات دستوريه وامنيه احرار يقودها الاحرار. حنا كنقولوا دوك اللي كيلعبوا صغيور راه مساله وقت، حيت عندنا اللي تفتح الصفحه ديال ماذا جرى في هذا. غتفهموا بزاف الحوايج المغاربه بزاف، حيت باش تجي انت، علاش انا دابا تعصبت وجيت باش تجي انت وتصيفط وصلوا لهذا المستوى؟ نجي انا ونشوف هاد شحال راهي هنا، شوفوا شحال هذا في الشيك 500 درهم تصيفط انت الاستاذه مع الصباح. انا واحد الاوديو ما قدرتش نسميه لك نسمع لكم المغاربه، استاذه تعطيها 500 درهم عندها 6000 درهم تقطع لها انت 110000 ريال تخلي لها 500 درهم. شوفوا شوفوا المغاربه شحال صيفط لها، صيفط لها هذا شحال صيفطوا لها شحال 593 درهم. شنو زعما تصيفط لها انت يا اخي واش 593 درهم؟ شو انت عندك فوربس عندك الشركات ديال الكون نصف المغرب ديالك ولا المغرب قال شي وتصيفط دابا تجيك شي حشومه انت السي اخنوش والسي اخنوش والسي القجع انت وزير الماليه هذه الحكومه. واش ما كتعرقوش؟ ما كنبغيش نهضر معكم بهذا الاسلوب انا والله. ما واش ما تحشمش تصيفط كاد المعلم ان يكون رسولا قف للمعلم وفيه التبجيله دار اضراب مسكين تصيفطوا انت 500 درهم 500 درهم تصيفطها للمعلم استاذه عاد شد عاد شي غتيري 500 درهم. البارح كنت في مشيت اسواق السلام كنتسوق معنا مولات الدار وقف مسكين واحد يا ربي دابا غتشوفني مسكين هاد المراه لقيت واحد الاستاذ رجل تعليم ومرته زيد مساكن جبنا صوروا حرام ولدو مشالو برا يقراي ولدو بحرام شخص يخلص عليه مش هيخلص عليه حبسوه كيقطعوا له زيد ما تظهرش تجيه 1000 درهم في الشهر مش هيعطي لولده وعنده ولاد اخرين هنا صغار كيقراوا مساكن. شحال من استاذ دابا مسكين عنده بنك يخلص 2000 درهم للكريدي وشحال
هذه بلادي هذه دخل صحه خليني نتكرفس على بوك وندير لك النظام عامر بعقوبات وعامر بمهام وغنعطيك جدريال وغندير فيك اللي بغيت. دخل وخو ما بغيتش يعني حيدك الصالير وسي واش ياخذ و8 مليون اللي بغا. اش كنقول لكم راه حوايج انا خصكم راه المغاربه راه كنعطي لكم اسئله خصكم كنبغيكم المغاربه تتبعوا هذا الشيء. راه ماشي علاش هاد التشهير دار بالصحفيين والاعتقال الصحفي باش يتحيدوا باش ما يبقاو بالشعب عالي باش المنظومه الصحيه دابا شنو المنظومه الصحيه موريتانيا احسن منا. علاش 8 مليون مغربي ما كيقراش علاش وغادي البلاد وكلشي كيشوف كاين شي خراب ملي 8 مليون ما كتقراش العام هو قرا بيسالي كاين شي خراب الامه. فين هو الحرص على مستقبل هذا الجيل هذه البلاد هذه شكون اللي تيبغيها دابا كيخليو كيهضروا عليا انا لا ما نقول شي كلمه يا ربي كنعتذر بعض المرات كنهضر بشي راه المغاربه بحال بعض المرات كتعبر بشي اسلوب صحيح انا بعض الكلمات كنقولهم ممكن وراه راه المرة كيغدك راه كتشوف انت شي حوايج 8 مليون ما كتقراش وغادي راه خصها اجتماع طارئ حبس البلاد خصها تحبس هي 8 مليون ما كيقراش شوفوا لقاو شي حل وبحال النقابات غدا والاجتماع فلان والتنسيقيه فلان ولدو كيقرا والدوله كتفرج والمسؤول هي ولاد من هادو 8 مليون شنو زعما شنو هو القانون ديال الاضراب شنو هو قانون النقابات بعدا قبل قانون الاضراب دابا غير قانون هاد النقابات عندهم شي قانون دابا هاد النقابات اللي كيتحاوروا مع الوزاره عندهم شي شرعيه بعدا بغيت نسول ماشي شرعيه ما بغيت نسول فواحد واش عندهم تفويض من هاد الناس اللي في الشارع نفترضوا دابا هاد النقابات تفاهموا مع بن موسى وشنو هي الضمانه ان هذوك الشارع يلتزم لهم واش عندهم شي امتداد معاهم واش كيمثلوهم انا ما فهمتش وعلاش هاد الدوله ما تحاورش مع التنسيقيات علاش ما فهمتش شنو دريس البصري كان كيتحاور مع جمعيه المعطلين واش دريس البصري ما كانش كيتحاور مع المعطلين عقولوا لي دريس البصري عيط رئيس جمعيته هو شخصيا قال له حيد علينا داك الشيء وكان كان عاجي شي وفد عاجي للرباط وكانت واحد المعركه وطنيه غتكون في الرباط وقال لهم البصري ادريس افلان ما قالش شكون اللي كان ديك السيك رئيس جمعيه المعطلين قال لهم غادي نتحيدوا قال لهم غتجمعوا داك الشيء ما يكونش راه غيجي شي وفد وغنعطيكم شي 5000 غريمه ولا شحال قال لهم البصري مشاو اتفقوا بيناتهم قال له ادريس البصري عيط لشي رئيس جمعيه المعطلين قال له في التليفون قال له فلان قال خفت نغامر كان سميتو خالد الا ما خفتش قال له وليدي خالد راك كتسافر بزاف قال له المغرب فيه الحفاري زعما راه دير شي كسيده كان قال وليدي خالد سمعت عليك كتسافر بزاف شوف عليه حضره قال له راه كدير كتسافر قال له سمعت عليك قال له لا عرفتك كتحرك وما داروش داك الشيء وما خداوش ديك 5000 غريمه وتحداو البحري البصري كيتحاور مع المعطلي دوك ما تحامرش علاش ما تحاورش معاهم علاش وهاد النقابات عندها شي شرعيه دستوريه وهاد قانون الاضراب المغاربه اللي كنديك يقتطعوا هاد انكم راه جريمه كدير هاد الحكومه باي اساس كتقطع البنادم عطيني علقه انا بغيت السند القانوني ديالك كتقطع البنادم من الاجر السي القجع القجع السي بن موسى السي اخنوش ماشي حشومه عليكم تخرقوا القانون في البلاد نتوما هما رجال القانون نتوما مسؤول وزاره وكتخرقوا عطيوني السند ديال الاقتطاع هاد المبدا ديال الاجر مقابل العمل عطيه ليا فين كاين الاجر مقابل العمل عطيني القانون كتقولي الاضراب بحال مثلا كنقولوا مثلا الكارو الكارو ممنوع ولا ماشي ممنوع التدخين ممنوع كاين قانون اي علاش ما كنفرضوش عقوبات المغاربه الكارو من التسعينات ومكي راه كاين قانون ممنوع التدخين راه كتلقى ممنوع التدخين مكتوبه في الباكيه وعلاش ما كاينش العقاب حيت ما كاينش النصوص التطبيقيه واش انا واش ممنوع واش غتفرض عليا شي 100 درهم واش غتفرض عليا الاقامه الاجباريه واش غديني للحبس ملي كندير القانون فرنسا الا درتي القانون وما خرجتيش نصوص تطبيقيه يجيو عندك يعيطوا لك في هذه البلاد السعيده عندنا قانون ديال التدخين فين هو النص التطبيقي ديالو حيت الشركات اللوبيات ما خلاوش يخرجوا النصوص التطبيقيه وبقى راه ممنوع التدخين ها هو القانون كاين القانون ممنوع وكذلك الاضراب اي اعطيني فين هو القانون التطبيقي اعطيني هاد شحال غتقطع عليا واش 500 درهم واش 300 ريال واش 400 ريال واش غديني شنو هو هذا الاقتطاع شنو هو سنده وهاد القوانين التنظيميه اخوتي المغاربه دابا مشينا غير الدستور المغربي الماده 86 تعرض مشاريع القوانين التنظيميه المنص عليها فيها على الدستور وجوبا قصد المصادقه عليها من قبل البرلمان في اجل لا تتعدى مده الولايه التشريعيه الاولى التي تلي صدور الامر بدون دستور علاش قالت لكم هذه الماده قالت لك القوانين التنظيميه خاصها دوز لزوما وجوبا فكاش
من يخرج هذا الدستور الحيز برا صافي تنفذ صافي خرج برا داخل ديك الولايه الاولى من خروج هاد شنو الولايه الاولى هي بن كيران ولايه بن كيران خص يكون خرج قانون الاضراب ها هو الفصل مشيو سيدي الفصل 29 ها واش هادي بلاد حق الاضراب مضمون واحد قانون تنظيمي شروطه كيف قال لك في الدستور حق الاضراب مضمون واخا قال لك ها هو غير شي قانون تنظيمي نمشيو للماده 86 قالت لك 87 86 قال لك قانون تنظيمي لزوم ان يخرج في عهد بن كيران علاش ما خرجش من سائل إذن أي حق تقطعوا لعباد الله الفلوس ومرزقهم هذا الإجرام في أبشع الصور ديالو خوتي المغاربة كنشكركم وإلى اللقاء.